الصوفية هم المجددون لدين أبي جهل وأبو لهب، ويدعونك لأن تكفر وتشرك بالله. يقول لك نادر كينيك كالبرق رمش يلف الغرقان سوال ونش. ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. الخطاب لله صلى الله عليه وسلم. ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح منه الكافرون. ربنا قال وأن المساجد لله، تلقى معلقة فوق كاتبنا في المسجد فوق، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يجي يغشوك الجماعة ديل ويغروك إنه ديل ناس أولياء صالحين وغيره، يخلوا بيكوا صالحين، ما تناديهم من دون الله، خليك من الكذب بتاعهم. الركين عنده مقطع قال وكان عندنا ولي من الأولياء أولاده جعانين وحيرانه جعانين، فلما طال به المقام صعد إلى السطح ثم وضع خده على التراب ثم بكى ودعا الله، قال فنزل غيث من السماء، ولكن إخوة المصلين لم يكن هذا الغيث ماء وإنما كان فول. فهمت؟ والله جد قال نزل فول غيث من السماء، فول ما ورانا فول بالجبنة، فول مصلح ولا ساكت. فهمت؟ شو البتاع؟ والله والله انت عارف، انا متأكد الشيوخ اللي بينجروا الكلام ده والله قاعدين يلفوه. والله يا اخوانا ده شنو ده؟ ده شنو ده؟ ها؟ انت لو قلت لي سألت الله وجات طيرة رمت لي قروش ومشيت اشتريت فول، معلش ها؟ يعني صالح يا لك الله، دي كرامة اسي اسي يا لك الله. انا يا اخوانا لما اجي ادعو الله بجي ادعو بفول، انا ادعو الله بجداد. المسلم دائما همته عالية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل انت قال بالهبر وملو، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سألتم الله فاسألوه وينوه الفردوس الأعلى. ليه؟ قال فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم دائما بيدلك على المقام الرفيع. تقول التباري لي ركيني وبغشك انت عشان تدعو الله، غاية ما عندك تقول يا الله اديني فول، وابوك الشيخ بياكل الجداد الجايو وبياكل التيران البيجنو. فهمت؟ زول بتاع سفلي وبتاع قلة أدب. امتى ما تلقاو الزول بيتكلم تقول ما عنده مساعدات، والله تلقاو بيتلو لو كده يا زول انت مالك، شد حيلك شوية. فهمت؟ زول داية بتاع السوق وضلال ركاني ولا سجم ربا تحت كرانة دي. فهمت؟ تقال لك بنخاف منه؟ لا، دي الركاني بيعمل حاجة، ركاني بتاع شنو؟ زول تلقاو طالع في الخطبة ولابس انا الدارة سوداء، الجامعة دار لنا الدارة سوداء، انت متدسي من شنو انت؟ فهمت؟ فدال دعاة الى الشرك الركاني، داعية من دعاة الشرك تحذروا، تباري الركاني وتموت على غته بيوديك جهنم وبيس المصير. ونحن دارين شيخك الركاني، انت مسكين ساكت، جيب الركاني نعمل معه مناظر. وذاك زول جاهل ساكت، يقول لك ان الهجرة النبوية من الهجر الذي هو الهجر من الهجرات المتهاجرة. انت فاهم حاجة؟ ما فاهم اي حاجة. الله يهديك. المسجد بتاع الركاني كله عبارة عن والله يدنس المساجد ويعملها لك كلها ساحات بتاعت فنون شعبية. واحد من اخواننا ابوه قال لي لا توديني اصلي مع الركين، قال له يا ابويا الزول ده ساحر وكده. لا قال لي لا بس امشي معاه. قال له خلاص راح مش اصلي معاه، ده شبك له والشعشعات النورانية، ما الناس القاعدين تحت مساكين اس الشعشعات دي وينها؟ ما هو قول الفيروز ابادي في تعريف الشعشعات؟ يا زلمه الشعشعات دي لو دخلتها على جوجل بيقول لك انت صوفي ولا شنو؟ فهمت؟ قال الشعشعات النورانيه والكزنزانات المائيه ولا النجرات الركينيه. واحد من الدراويش يتكيف نط فوق نزل لك في ابو جوز. فهمت؟ في ظهره ابو قال لي ذات ما خطبه، قطع الخطبه ومرض. شكرا لهذا الحوار. فهمت؟ والله يتوب عليهم. فانت ما تقعد تباري ساكت. الركاني عنده كتاب اسمه ثلاثة مسائل ركينية، اشتريناه هنا من مكتبة الجامعة الكبير. قال أنا لا أعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. يعني ده أحسن من الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى قال عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ركاني بتاع شنو؟
ربنا سبحانه وتعالى بيجيب النصارى نادوا عيسى عليه السلام الصالح من أولي العزم الخمسة من الرسل إمام من أئمة التوحيد. ربنا قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقوله ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فهمت؟ ده عيسى عليه السلام. وأي زول بيستحضر في كلامنا ده في تعريف لا إله إلا الله ده بذكرني الآيات الآيات اللي بتحرق من سورة الصافات، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. والله نحن في السودان أنا كأنه في ناس كده كأنما أرى أن هنالك شفت من المشركين، والله زي كأنه قاعدين في المجتمع بتاع مكة. يا زول أنا بديك آيات تقول لي ركاري، الآيات دي تفرقعك أنت والركاري والعينك ذاته. ربنا سبحانه وتعالى قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن شاء الله نواصل الحلقة، وبإذن الله الحلقة الحمد لله ماشية كل سبت وأربع، نلتقي إن شاء الله السبت القادم.